رمضان رمضان يا شهر المنن، يا زائرا يحيي السنن، كم كان فيك لأمة الإسلام من وقع حسن. كم منحة راقت وكم نصر وكم زالت محن. حدث عن الآيات فيك نزلنا عن فتح وعن صور الخلافة كيف قامت بالأمير المؤتمن، وعن الحضارة كيف قد سادوا بها في كل فن. وحوادث تتراتت كثرت على مر الزمان. يا شهر الكرم، يا زائرا يحيي الهمم، تاريخ أمتنا المجيد لديك يحفل بالقمم. فسجلها بك حافل فتحا وذكرا كالعلم. كم من أمير صادق خاض المعارك واقتحم، كم قائد فتح الحصون وكنا كالجبل الأعصم. ذكر بالبعوث وكم بكشف فيك تم. ذكر بأوقاف رعاها حاكم حسن الشيام. يا شهر العمل، يا زائرا يحيي الأمل، كم من مدائن، كم صروح، كم سدود لم تزل. تحكي مآثرها وقد لاحت كضرب بالمثل. كم من وقائع للحضارة سطرت فيك الدول، وشواهد لحضارة الإسلام من قدم الأزل. كم فيك من قمر غدا شمسا وكم نجم أفل. كم ذاق فيك المسلمون النصر حلوا كالعسل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن مع حضراتكم والحلقة السادسة من هذا البرنامج وقائع رمضانية، ونحن الآن في السنة الثامنة من الهجرة وفي رمضان، في السنة الثامنة من الهجرة وفي رمضان. وهناك حدث جلل، هذا الحدث هو فتح مكة، هذه المدينة وهذه البلدة التي كذبت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تقود حربا ضروسا ضد الإسلام وأهله. هذه المدة أو هذه القرية يتوجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم لفتحها، ولكن نريد أن نعرف بعض السياقات التاريخية قبل فتح مكة. لماذا كان فتح مكة؟ نرجع إلى الوراء قليلا لنذكر صلح الحديبية. النبي عليه الصلاة والسلام أذن للصحابة أن يخرجوا معه لدخول مكة والاعتمار، ولكن قريش منعتهم من دخول مكة. وبعد أمور وأحداث تم الاتفاق على صلح بين المسلمين وبين أهل مكة. هذا الصلح عرف بصلح الحديبية، وكان من بنود هذا الصلح أن أحدا لا يعين على الطرف الآخر، أن أحدا لا يعين على الطرف الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم كان له حلفاء من القبائل، وقريش كانت لها أيضا حلفاء من القبائل، فلا قريش تعين على النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق حلفائها، ولا النبي صلى الله عليه وسلم يعين على قريش عن طريق حلفائه. كانت حلفاء قريش قبائل تسمى قبائل بنو بكر، هؤلاء هم حلفاء قريش. وحلفاء النبي صلى الله عليه وسلم هم خزاعة. اللي حصل إن القبيلتين دول حصل بينهما نزاع، ثم ثارت بينهما الحروب، وقامت قريش بدعم حليفتها بنو بكر على حليفة النبي صلى الله عليه وسلم خزاعة.
دخلت قريش الحرب مع بني بكر ضد خزاعة، فأتى عمرو بن سالم الخزاعي، أتى عمرو بن سالم الخزاعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستغيثه ويطلب منه الغوث، انقذنا يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت يا عمرو بن سالم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يتجهزوا ويتجيشوا، ولم يخبرهم بالجهة التي يريد أن يقصدها. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن هم يتجهزوا للقتال، ولكن سيذهبوا إلى أي مكان لم يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل دعا النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أن يعمي عيون قريش فلا تعرف شيئا عن تحرك الجيش نحو مكة. لنا أن نعلم أنه قبل هذه المعركة أو قبل تحرك جيش المسلمين لفتح مكة، كانت هناك سرية عسكرية أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان يسمى القديد أو الكديد. المكان ده على الطريق ما بين مكة والمدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل هذه السرية العسكرية واستولت على هذا المكان وصالحت القبائل في هذا المكان. وكأن هذا العمل الاستراتيجي العسكري كان مقدمة لتحرك الجيش نحو مكة، لأن الجيش سيمر على القديد أو الكديد، فلا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأخر في الطريق فتعلم به قريش، وبالتالي أنفذ هذه السرية حتى يكون الطريق سالكا عند فتح مكة. وهذا هو التخطيط الاستراتيجي العسكري، إن الإنسان دائما يفكر التفكير الاستباقي. في السنة الثامنة تحرك الجيش بالفعل قاصدا مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في عدد وفير، كانوا 10,000 من الصحابة، 10,000 صحابي، هذا جيش كبير، وربما العرب لم تسمع عن هذا الجيش من قبل، جيش كبير جدا 10,000. وكان ذلك في رمضان، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يفطروا ليتقووا بالفطر على مواصلة السير ودخول مكة. اقترب الجيش من مكة، وقبل أن يدخل مكة خرج العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مسلما مستضعفا في مكة، خرج وقابل النبي صلى الله عليه وسلم. عندما خرج العباس خرج بأهله وعياله، وقيل أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج منها إلى مكة. وتحرك الجيش واقترب أكثر وأكثر من مكة. خرج أبو سفيان، وكان آنذاك لا زال على الشرك، وكأنه رأى طلائع الجيش، فخرج يستطلع الأمر، خرج يستطلع الأمر، فأخذته خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألقوا القبض عليه وأرسلوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه العباس. النبي صلى الله عليه وسلم أمر العباس أن يأخذ أبا سفيان وأن يستعرض الجيش، الجيش عندما يمر ينظر أبو سفيان إلى قوة الجيش، فيقول: من هؤلاء يا عباس؟ يقول: هؤلاء قبيلة فلان، قبيلة فلان. حتى مر النبي صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء من المهاجرين والأنصار، ثم بعد ذلك أسلم أبو سفيان في سياق يعني يطول الأمر عن ذكره. أبو سفيان أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل له شيئا يكون بين الناس، وهذا ثابت في الصحيح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. بدأ الجيش في دخول مكة بالفعل، ودخل الجيش بسلام من نواحي عديدة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش ألا يقتل أحدا إلا نفرا عينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن قائد راية الأنصار قال: اليوم يوم الملحمة، ف
فنزع النبي صلى الله عليه وسلم الرايه منه وقال: اليوم يوم المرحمه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما باهل قريش. دخل الجيش مكه، تفرق الناس ولم يجتمعوا. من عاده الناس عندما ياتي الغريب او ياتي شيء خضب ان الناس تجتمع وتنظر وتتفرج، ولكن هذا الامر كان مختلفا. فعندما دخل الجيش تفرق الناس، ودخل الجيش فاتحا ظافرا منتصرا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعليه عمامة سوداء كما ثبت في صحيح مسلم. وليس معنى ذلك أن هذه سنة أن الإنسان يلبس السواد، ولكن كان هذا هديه أو كان هذا حاله عند دخول مكة، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه لبس البياض، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يحسر عن رأسه. إذا حسر الرأس ولبس العمامة ولبس القلنسوة هذا كله ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام عند دخوله مكة لم يدخل دخول المتكبرين الأشرين المختالين الفرحين، وإنما دخل دخول الخاشعين المنكسرين لرب العالمين. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة مطامنا رأسه حتى إن جبهته لتقترب من عنق راحلته من كثرة تخشعه عند دخول مكة صلى الله عليه وسلم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة. الكعبة بها أصنام كثيرة جدا، أكثر من 300 صنم كانت موجودة في الكعبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في يده قوس، فكان يضرب في عيون هذه الأصنام، وربما سقط بعضها، ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبر الصحابة، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالكعبة وبها الأصنام، لم يثبت ذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من أهم ومن أولوياته عند الفتح القضاء على معالم الشرك، وأخطر هذه المعالم الأصنام، هذه التماثيل المنصوبة في مكة حول الكعبة، وهذه الأصنام التي توجد في بيوت الناس. أهل قريش كل واحد عنده في البيت صنم، وربما عنده أكثر من صنم يعبده ويقدم له الخشوع والخضوع والطاعة ويدعوه. وهناك حول مكة قبائل، وهذه القبائل لها أصنام يعظمونها ويعبدونها من دون الله. فكان من أول أولويات النبي صلى الله عليه وسلم القضاء على هذه الأصنام. في مسند أبي يعلى وغيره من المواضع الأثرية أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن أحدا لا يكون في بيته صنم إلا كسره. لا يكون في بيته صنم إلا كسره. انقلب الناس إلى بيوتهم فكسروا ما عندهم من أصنام. هذه المسألة مهمة جدا، بل إن عليا رضي الله تعالى عنه قال لقائد شرطته: ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله؟ فقال: ما هو؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدع تمثالا إلا كسرته، ولا أجعل قبرا مشرفا إلا سويته. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل بين الناس ليأمرهم بكسر هذه التماثيل التي يعظمونها ويعبدونها ويتخذونها أربابا من دون الله. وبعد أن تم ذلك في مكة، تكسرت الأصنام حول الكعبة، وكسر الناس أصنامهم في بيوتهم، انقلب النبي بعد ذلك صلى الله عليه وسلم ليرسل السرايا لتكسير الأصنام حول مكة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، كل صحابي
وجهه إلى جهة وأمره أن يكسر الصنم الموجود في هذه الجهة كمناة واللات والعزة، فتكسرت هذه الأصنام حول مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة كان ذلك الفتح فتح خير وبركة ورحمة. لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل قريش كما عملوا، إنهم قد اضطهدوا وعذبوا أصحابه وقاتلوا وطردوهم من ديارهم، ومع ذلك لم يعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمثل، بل رحمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يقتل عند الفتح إلا بضعة نفر، لنا أن نتصور جيش أكثر من 10,000 يدخل قرية ظالمة كافرة محاربة، ومع ذلك لا يقتل منها إلا نفر قليل. منهم من وقف أمام خالد عند الفتح فصكه خالد فقتل نفر قليل، ونفر قليل كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة. كان فتح مكة بالفعل كان حدثا مهما، وكان حدثا عظيما في تاريخ الإسلام، وفيه أنزل ربنا عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كان من بركات هذا الفتح أن أقبل الناس على الإسلام، أن دخل الناس دين الله تعالى، زرافات وجماعات، وتنادت القبائل فيما بينها أن محمدا قد ظهر على قومه، وكان ذلك أمرا مهما جدا في الجزيرة العربية. فأقبل الناس على مكة وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وانتشر الإسلام كثيرا في الجزيرة العربية. أيضا من بركات هذا الفتح أنه كان مقدمة لغزوة مهمة جدا، هي غزوة حنين. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيئا ولا يتقدم خطوة إلا إذا كانت الخطوة التي تسبق هذه الخطوة خطوة مستقرة وثابتة. إن سياسة تحريك الأقدام معناها أن القدم لا يتحرك إلى خطوة جديدة حتى تكون الخطوة السابقة ثابتة متمكنة، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إنه أقر الإسلام في مكة وانتشر الإسلام في مكة وأقبل الناس على دين الله عز وجل، وكان الخطر التالي بعد قريش هوازن التي توجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كانت غزوة حنين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام وأهله، وأن يكسر الشرك وحزبه، وأن يوفق أهل الإسلام للخير والبركة، وأن يكون هذا الشهر شهر خير وعزة وتيسير وتوفيق على المسلمين جميعا. وإذا أردنا أن نقف على بعض الفوائد التي يمكن أن نستفيدها، فينبغي أن نستفيد أن الإنسان إذا تمسك بالديانة وإذا عمل بالدين فإن الله تبارك وتعالى ينصره، وأن الذين ظلموا مهما طال بهم الظلم فإن الله تبارك وتعالى على نصرهم لقدير. وننظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنه رحم من خالفه وعفى عمن آذاه، ولم يعامل الناس جزاء وفاقا بأفعالهم، وهذا هو ما ينبغي أن يكون في دين الله عز وجل. فنسأل الله تعالى أن يجمع قلوبنا على دينه، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يبارك لنا في أعمارنا، وأن يجعل هذه الأعمار في ميزان حسناتنا. أسأل سبحانه وتعالى أن ينزل بركته وهدايته وتوفيقه على الإسلام وأهله وبلادهم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رمضان يا شهر المنن يا زائرا يحيي السنن، كم كان فيك لأمة الإسلام من وقع حسن، كم منحة رقت وكم نصر وكم زالت محن، حدث عن الآيات فيك نزلنا عن فتح وعن صور الخلافة كيف قامت بالأمير المؤتمن، وعن الحضارة كيف قد سادوا بها في كل فن، وحوادث تتراتت كثرت على مر الزمان.